الثاني قال لك لا هذا ضعيف، ليش؟ قال والله معناه ما عجبني. لا هذا ما لا عبرة به. الحين نشوف بعض الناس في القنوات يلبسون على الناس، يقولون هذا الحديث وإن كان في البخاري لكن لا يقبله العقل. عقل من؟ عقل البشر أم عقل البقر؟ أود يفرق بينهما. والعقل البشر من؟ عقل السكران أم عقل الإنسان اليقظ المعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ لا بد نفرق. أما مجرد يدعي حديث تلقته الأمة بالقبول منه صلى الله عليه وسلم زمانه إلى زماننا هذا، ثم يجي واحد ليس له صلة بعلم الحديث فقط يقول الله عقلي ما يقبل هذا أو أن الزمان ما يقبل هذا، هذه أشياء غير مأبوه بها في الإسلام ولا معتنى بها، فلا يلتفت الإنسان إليها.